قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي إضافة 3 لاعبين للقائمة الأفريقية التي ستشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام. ولاعبون 3 هم المدافع محمد نجيب والثنائي المنضم هذا الشهر صلاح محسن ومحمد شريف. كان الجهاز الفني للأهلي قد ترك عدة أماكن شاغرة في القائمة الأفريقية التي أرسلها لحين التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الجارية. كان الحارس الجديد علي لطفي آخر المنضمين للقائمة قبل هذا الثلاثية. ويحسم مسؤول الأهلي خلال ساعات قيد حسام غالي في القائمة الأفريقية بعد عودته رسمياً.